أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من علاقات ثنائية مواصلة الدفع بمسارات العلاقات نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاعه اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفه سعاده السيد ايسن شكيل سفيره الجمهوريه التركيه بمناسبه تعيينها سفيره لبلادها في مملكه البحرين، حيث تمنى سموه لها التوفيق والنجاح في اداء مهام عملها الدبلوماسي في المملكه، لافتا سموه الى اهميه استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبها اعربت سفيره الجمهوريه التركيه عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين مشيده بما وصلت اليه هذه العلاقات من تطور وما حققه التعاون الثنائي من نجاح في العديد من المجالات.